السلام عليكم الاخوان، فيديو جديد كيف ديما، اخبار جديده ديال الرجاء. اليوم يعني ماشي فحال ديما، ما حطيناش الفيديوهات بزاف حيت ما كانوش الاخبار وما كانش عندنا معلومات مؤكده. كيف قلت قبل ما كناش متاكدين من شحال من حاجه، ما قدرتش نهضر عليها، حاولت نتاكد عاد ندير الفيديو. سمحوا لي على البدايه الطويله شويه. نبداو باول خبر على عبد الاله الابراهيمي الناطق الرسمي. اختاروا المكتب هو اللي غادي يعوض عزيز البدراوي في العصبه الاحترافيه، ولكن حسب المعلومات ديالنا راه فغالبا ما غاديش يكون نائب الرئيس الاول، حيت البدراوي كيف كتعرفوا كان نائب الرئيس الاول. دابا عبد الاله الابراهيمي غيكون في العصبه ولكن ما غاديش يكون نائب الرئيس الاول. ما عرفناش بالضبط المنصب اللي غادي يشد، اكيد غنتكلموا عليه من بعد. بالنسبه للمهم اللي بزاف سولني على فين وصلاش قضيه ديال المهري، الملف ديال المهري يقدر يتفتح من جديد. علاش؟ حيت كيف كنا الحسنيه رفضت العروض ديال الرجاء، اللاعب بغى يفسخ العقد ديالو مع الحسنيه حيت ما مخلصش. الجديد اللي عندنا هو انه الحسنيه اقترحوا على اللاعب يعطوه ربع ديك 70 مليون اللي كيتسال، رفض. عطوه عرض ثاني انهم يقسموا ديك 70 مليون يمكن على ثلاثه المرات، رفض. وعطاهم مهله ديال 4 ايام، الا ما عطاوهش فلوس في هاد 4 ايام فهو غادي يتجه للجامعه باش يفسخ العقد ديالو من طرف واحد. هذا جواب للاخوان اللي كانوا سولوني على الجديد ديال مهري. وكيف كنت نقول لكم انت بغيت ندوي على شي حاجه تنتاكد منها. بالنسبه كاين واحد الفيديو شفته ديال زكريا فاتي، جابوه في شي راديو وتكلم على انه عنده عرض من الرجاء، انه تقدم ليه عرض من الرجاء. حاولنا نتاكدوا المعلومات اللي قدرت نوصل لها انه ما كانش شي تفاوض رسمي، يمكن يكون غير شي وكيل من الوكالة اللي كان عارفو المصرية اقترح اسم زكريا فاتي على الرجاء والرجاء يمكن رفضات. هذا هو اللي فكرت فيه انا، حيت ما عنديش شي معلومة ان الرجاء دخلت تفاوضات مع زكريا فاتي. وبين قوسين الاخوان انتدابات اللي دارت الرجاء لحدود ساعة، ولا كان زكريا فاتي عنده الصح فالمكتب راه كيقلب على اللاعبين اللي العقود ديالهم غادي تسالي ولا سالوا مع فراقهم باش يجيبوهم بثمن اقل. يمكن حيت الفلوس ما كيناش، يمكن هذه السياسة ديال المكتب ما عرفناش، ولكن المهم حنا كنحاولوا نجيبو لكم الخبر. وفاش نتاكدوا ولا كنعرفوا شي معلومات جديده على داك الخبر كنديروا فيديو. نمشيو لواحد اللائحه الاخوان ديال المغادرين توصلت بها، يمكن ان شاء الله من ورا الديربي غادي تاكد رسميا هذه اللائحه ولا غادي يكونوا فيها التغييرات. انا قلتها لكم وكنعاود نقولها، راه ماشي رسميا، ماشي رسميا الاخوان، ولكن المهم هذه هي اللائحه اللي قدرنا نوصلوا لها، وغالبا هي اللي غادي تكون حيت المدرب مراد الديربي ان شاء الله غادي يدير اللائحه الرسميه ديال المغادرين. وهذوك اللي غادي يمشيو غادي يحاول المكتب على ما سمعنا انه يتفاهم معاهم باش ما يمشيوش انهم يدعيوك. نبداو نحاول نقول سميات بالزربه الاخوان باش ما نطولش عليكم الفيديو. كاين مروان الهدودي، كيف كنعرفوا انه ما بغاش يجدد الكونطرا ديالو والراجا كانت بغات تجدد ليه باش تبيعو، ما بغاش. كاين محمد النهيري، كاين زكريا حدراف، كاين حمزه مجاهد، كاين مذكور، كاين نوفل الزرهوني. مع العلم ان نوفل كاينه واحد المعلومه انه المدرب يمكن يقدر يخليه، مهم حنا كنحاولوا نعطيكم داكشي توصلنا به. كاين نوفل الزرهوني، كاين الحفيدي حتى هو غادي يمشي، زكريا الوردي، كاين يوسف الرياني. وبالنسبه لاكسين ماي فهما كيتفاهموا معاه على ما توصلنا به انه كان قبل
وافق ودابا عاوتاني ولات هضره اخرى على داكشي اللي كيتسال كيفاش غادي يقسموه ليه باش ما يمشيش يدين. بالنسبه لغايم رباح المعلومه اللي عندنا الاخوان ان الراجا طلبات من الفرق اللي باغا تاخذ مرباح غايه انها تدفع 300 مليون، 300 مليون باش تبيع، مع العلم لو بقيت عاقل راه غايه وقيلا عنده كونطرا معنا حتى 2025. كيبان الثمن ما بزاف ديال اللعابه سمعنا الثمنه ديالهم باش باغي تبيع الراجا، راه كما قلت لكم الاخوان راه يمكن انهم كيتفاهموا معاهم ينقصوا من داكشي كيتسالوا ويمشي يتباع، حيت ما يمكنش الراجا تبيع هاد اللعابه بهذا الثمن بحال هكا طايح. وغايه راه الاخوان النيفو ديالو راه طالع، راه قول مزيان الصراحه تكون خساره كبيره الراجا اللي لا مشى. ما نكذبش عليكم الاخوان انا ما باغيش يمشي، المكتب والاداره التقنيه هما اللي مسؤولين هما اللي كيعرفوا، الله يدير لي فيها الخير كيف كنقولوا. شكرا الاخوان سمحوا لي طولت الفيديو واحد شويه، بغيت نقول فيه داك الشيء كامل اللي توصلت ليه، مبغيتش نبقى نلوح كل مره نلوح لكم فيديو براسكم، فيديو واحد فيه كاع المعلومات. شكرا الاخوان بزاف، كيف ديما يكون شيء جديد راه نحطوه ديك الساعه فلاشين، وشكرا للتفاعل ديالكم بزاف.